ما هو تفسير أكل الخبز في المنام؟ الخبز في المنام له تفسيرات عدة، فيفسر حسب اللون أو حسب النوع أو حسب ما ورد في المنام من موقف. مثلا الخبز الأبيض يدل على الرزق الهنيء والعيش الرغد، والخبز الأسود يدل على النكد في العيش، وقيل كل رغيف يدل على عقد من المال، إما أن يكون 1000 أو 100 أو 10 على مقدار حال الرأي هو ما يليق به. والخبز المر عيش مر، والخبز الحلو غلاء في الأسعار إذا كان كالعسل أو السكر. وأجود الخبز هو الفرني الناضج، وهو دال على الإسلام لأنه عمود الدين وقوام الروح وحياة النفس، وربما دل على الحياة والمال الذي به قوام الروح. وربما دل الرغيف على العتاب والمسألة، وربما دل على الأم المربية التي بها صلاح الدين وصون المرأة. والخبز المنقى منه دال على العيش الصافي والعلم الخالص والمرأة الجميلة البيضاء. من رأى أنه يفرق خبزا بين الناس أو الضعفاء وكان من طلاب العلم فإنه ينال من العلم ما يحتاج إليه، فإن كان واعظا كانت تلك مواعظه ووصاياه، إلا أن يكون القوم الذين أخذوا منه صدقته فوقه، والصدقة أوساخ الناس. ومن رأى ميتا دفع إليه خبزا فإنه مال أو رزق يأتي إليه من يد غيره. ومن رأى الخبز فوق السحاب أو فوق السقوف أو في أعالي النخل فإنه يغلو، وكذلك سائر المبيعات والأطعمة. فإن رأى كأنه في الأرض يداس بالأرجل فإنه رخاء عظيم يؤدي للبطر. ومن رأى ميتا أخذ له رغيفا، أو رآه سقط منه في النار أو في الخلاء أو في قطران وكان بطالا، فهو بدعة يدعى إليها وفتنة يقع الناس فيها. فالرغيف دينه، وإن كانت له امرأة مرضت هلكت، فإن كانت ضعيفة الدين فسدت. ومن رأى أنه يخبز خبزا فهو يسعى في طلب المعاش لطلب منفعة دائمة، فإن خبز بسرعة نال دولة وحصل بيده مالا. وقيل إن الرغيف الواحد خصب وبركة ورزق حاضر قد سعى له غيره. وإن رأى أرغفة كثيرة من غير أن يأكلها لقي إخوانا، فإن كان عنده رغيف شعير فهو عيش نكد. وإن رأى رغيفا يابسا فإنه يقطر في معيشته. وإن أعطي كسرة خبز فأكلها دل على نفاد عمره وانقضاء أجله. فإن أخذ لقمة فإن رجلا طامع ولا رغيف للأعزب زوجا. والرغيف النظيف الناضج للسلطان هو عدله وإنصافه، وللصانع نصحه في صناعته. وخبز الذرة والحمى صديق وغلاء سعر. وإذا رأى الخبز على المزابل فإنه يرخص. والرغيف الواسع رزق واسع وعمر طويل. والخبز يدل على ذهاب الهم. وخبز الشعير لمن ليس له عادة بأكله ضيق وغلاء سعرا، لأنه يؤكل في الغلاء. والخبز الساخن نفاق ورزق فيه شبهة، لأن النار باقية فيها. ومن رأى رغيفا معلقا في جبهته فذلك فقره وحاجته. والخبز المتكرج مال كثير، لا ينفع صاحبه ولا تؤدى زكاته. وخبز الملة ضيق في المعاش لآكله، لأنه لا يخبزه إلا المضطر. ومن رأى كأنه يأكل الخبز بلا إدام فإنه يمرض وحيدا ويموت وحيدا. والخبز الذي لم ينضج يدل على حمى شديدة. والخبز الحواري للفقراء مرض وفوت ما يأملونه، وقيل إنه يدل على الولد. وأكل الخبز الرقاق سعة رزق، وقيل إن رقة الخبز قصر العمر أو ربح قليل.